نتابع معكم مشاهدينا هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا قبل قليل، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في بولغرود دون وقوع أضرار. وفي أحدث تصريحاتها كذلك قالت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية قالت إنها قد حاولت استهداف سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول. وفي تطور آخر أيضا في ملف الأزمة الأوكرانية، أعلنت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي موافقة واشنطن على إرسال مقاتلات F-16 لأوكرانيا من الدنمارك وهولندا فور انتهاء تدريب الطيارين. والآن ينضم إلينا للمزيد من المتابعة في هذا الشأن من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، مرحبا بك. إذا ماذا لديك بهذا الشأن؟ نعم أميمة، مساء الخير. وزارة الدفاع الروسية أكدت على إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مدينة بلغراد الروسية دون وقوع أضرار. هذه المدينة، مدينة بلغراد، هي مدينة تقع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. هذه المدينة منذ فترة بعيدة جدا، وتحديدا خلال الأشهر الأولى للعملية العسكرية، هذه المدينة بدأت تشهد هجمات من قبل القوات الأوكرانية. فالهجمات هي بشكل يومي على هذه المدينة. السكان الذين كانوا يعيشون في الأحياء المتاخمة جدا للحدود الأوكرانية تم إجلاءهم إلى وسط المدينة، وفي بعض الأوقات تم إجلاءهم أيضا إلى مدن بعيدة عن مدينة بلغراد، لأن هذه المدينة تتعرض كل يوم وعلى مدار الساعة إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية وأيضا إلى طائرات مسيرة أوكرانية. الدفاعات الجوية الروسية على ما يبدو فهي تعمل بشكل جيد حسب ما أكد وزير الدفاع الروسي، حيث منذ فترة الدفاعات الجوية تقوم بإسقاط المسيرات التي تطلقها أوكرانيا تجاه الأراضي الروسية. أيضا في إطار الصد الروسي للمحاولات الأوكرانية، أكدت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات الأوكرانية حاولت منذ قليل مهاجمة سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسير. السفن التي حاولت مهاجمتها القوات الأوكرانية هي سفن تابعة لأسطول البحر الروسي. هذه السفن تحمل صواريخ عالية الدقة. السفن صدت الهجوم الأوكراني بالزورق المسير ودمرت الزورق. أيضا هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أوكرانيا مهاجمة سفن الأسطول البحر الروسي في البحر الأسود. والجميع يعلم حسب الخبراء بأن البحر الأسود هو العنصر الأهم في الصراع الدائر بين روسيا والغرب، حيث كانت تطمح الدول الغربية ولا سيما دول حلف الناتو بإزالة القاعدة العسكرية الروسية من سيفاستوبول من البحر الأسود. لذلك الدعم الغربي إلى أوكرانيا وتقديم المعدات العسكرية والأسلحة وأيضا تسخير الغرب جميع قدراته العسكرية إلى القوات الأوكرانية، هدفه الأساسي هو إزالة الوجود الروسي من البحر الأسود. وأيضا في المقابل روسيا قامت بحشد قواتها وحشد الأسلحة وأيضا السفن الحربية التي تحمل صواريخ عالية الدقة في البحر الأسود. لذلك أي محاولة من قبل أوكرانيا للتعدي على السفن الروسية لن تكون سهلة، وأيضا أي محاولة لاختراق القرب أو سيفاستوبول أيضا من قبل القوات الأوكرانية لن تكون سهلة، لأن هذه الخطوة تعتبر حسب رأي الخبراء بأنها خطوة في تأجيج الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا تكون خطوة أوكرانية مدعومة غربيا خارج الخطوط الحمراء التي على ما يبدو رسمتها موسكو، وأيضا الولايات المتحدة طبلتها، لأن حسب رأي الخبراء أيضا بأن الولايات المتحدة وروسيا حتى هذه الساعة لا زالوا يقومون بالصراع والمواجهة عبر الوكالة أي عبر الأراضي الأوكرانية. حتى هذه الساعة الطرفين لا يريدان الحرب والمواجهة العسكرية المباشرة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من موسكو.